السلام عليكم. أجهزة اتصالات عسكرية في سفن إغاثة، هذا هو العنوان اللافت المثير للجدل بين قوات التحالف العربي وبين الأمم المتحدة. ففي الوقت الذي أعلنت فيه قوات التحالف العربي أنها عثرت على أجهزة اتصالات عسكرية في سفن إغاثة، أعلنت الأمم المتحدة من خلال تصريح متحدثة الشرق الأوسط أنها أجهزة متعلقة بعمليات الإغاثة. بين هذا وذاك يأتي سؤال، هل تعرضت سفن الإغاثة لاختراقات أمنية من قبل قوى تريد إدخال أجهزة تشفير عسكرية للميليشيا من خلال لافتة الأمم المتحدة؟ أم أن الأمر لا يتعدى عن كون تلك الأجهزة التي وضعت في سفن الإغاثة من قبل لوبي معين يريد دس السم في العسل؟ بينما أشارت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في الشرق الأوسط إلى أن تلك الأجهزة موثقة لدى الأمم المتحدة وأنهم يستخدمونها في مسألة الإغاثة وغيرها، تظل التساؤلات واردة، ماذا يدور هناك خلف الحدود في قلب البحر تحديدا في تلك السفن التي يحتاج المواطن لما فيها من غذاء ودواء بينما لا حاجة له في أجهزة ذات صلة بالجانب العسكري؟ هذه التساؤلات والملابسات سنسلط عليها الضوء هنا في حلقة المساء اليمني. دعونا بداية نشاهد هذا التقرير ونعود لفتح باب النقاش. مجددا سفينة أخرى قادمة من إيران ووجهتها اليمن، ولا شيء غير أسباب الموت وحده القادم من هذه الوجهة. ففي 11 من فبراير تحول مسار السفينة من بورت سيدار التابعة للأمم المتحدة القادمة من طهران والمتجهة نحو ميناء الحديدة لتغير طريقها إلى ميناء جيزان السعودي للتفتيش بعد الاشتباه بحمولتها من قبل قوات التحالف العربي، ليتضح بعد ذلك بحسب تصريح الناطق الرسمي لقوات التحالف أن السفينة كانت محملة بأجهزة تشفير اتصالات لاسلكية عسكرية. المواد اللي ضبطت على ظهر السفينة ومخالقة هي عبارة عن أجهزة اتصالات، أجهزة تشفير، حاسبات آلية، خلايا شمسية لتوليد الطاقة. العميد أحمد عسيري أكد أيضا أن هناك تعمدا في إخفاء هذه الأجهزة وقيام طاقم السفينة بعمليات تضليل، كون الشحنات الخاصة في برامج الإغاثة الخاصة للأمم المتحدة لا تفتش تفتيشا دقيقا، خصوصا أنها تحمل شعار الأمم المتحدة، إلا أن مكابرة قائد السفينة وعناده أديا إلى كشف ما هو مخبأ على متن السفينة. وأن تكون إيران متهمة بتهريب أسلحة للحوثيين فذلك ليس بجديد، فسفن إيرانية كثيرة محملة بالأسلحة تم ضبطها وهي متجهة إلى الحوثيين في اليمن. فبالأمس القريب كان الرئيس هادي يجدد من أنقرة اتهاماته للإيرانيين وحلفائهم بتهريب الأسلحة لليمن، ولكن الأجد هو أن يتم استغلال سمعة منظمات الإغاثة العالمية في تمرير الأسلحة والأجهزة المحظورة، وهناك من يذهب إلى أن هذه المحاولة لم تكن سوى تشويش وعرقلة لأداء المنظمات الإغاثية في اليمن. يدرك الجميع أن الأسلحة التي تحاول طهران مد الحوثيين بها لم تعد قادرة على تغيير مسار المعركة في اليمن، لكنها بكل تأكيد ستطيل من أمد الصراع في هذا البلد المنهك، وهو ما ترجوه طهران بل وتسعى لتحقيقه. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا لمناقشة هذه الحلقة عبر سكايب الأستاذ توفيق الحميدي الناشط السياسي. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور أستاذ آسيا لك ولمشاهدي قناة بلقيس الكرام. أهلا بك معنا أستاذ توفيق. كما شاهدنا في التقرير، ربما هذه ليست يعني بالتأكيد هذه ليست السفينة الأولى التي تحاول إيران إرسال يعني شحنات عسكرية أو أجهزة من هذا النوع. أود أن أسألك، ما الذي برأيك تحاول إيران قوله أو فعله من خلال هذه السفن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله إيران تريد أن توصل رسالة واضحة سواء للداخل اليمني أو للإقليم المحلي أو للعالم بشكل عام. إيران من خلال هذه السفن تريد أن توصل رسالة لأنصارها في الداخل أنها لم تتخلى عنهم حتى هذه اللحظة، تريد أن توصل رسالة للإقليم بأنها ما زالت مستمرة في دعم أنصارها في الداخل وبأنها ستذهب معهم في هذه الحرب إلى أبعد مدى. نعم، لكن هذه المرة أستاذ توفيق يعني هذه ليست السفينة الأولى، ولكن هذه المرة أتت بشكل أو تحت شعار الأمم المتحدة، يعني جهة حقوقية وأيضا تحت مسمى إغاثة. طبعا سنتطرق لمثل هذا الأمر، لكن أنا أريد أن أقول أن التوقيت اليوم بعد سفينة جيهان
السابقة. الإيرانيون وفق استراتيجيتهم وسياسة السياسة الإيرانية المعلنة هو التخفي أو التقية، هم لا يريدون أن يعلنوا بوضوح أنهم يدعمون للحوثيين في صنعاء، ولا يريدون أن يبينوا أنهم طرف في هذه المعركة، برغم تصريحات كبار القادة المحللين السياسيين أن الإمبراطورية الفارسية عادت واليمن بوابتها الخلفية لأسباب تاريخية وجيوسياسية إلى آخره. القصة أن الإيرانيين يستخدمون كافة الوسائل المشروعة والغير مشروعة من أجل دعم أنصارهم في الداخل، من ضمن هذه استغلال سفن الإغاثة. نحن نعتقد أن الإيرانيين يلعبون لعبة خطيرة وكبيرة جدا، يستغلون قضايا فساد، يستغلون قضية تواطؤ. نحن العميد العسيري عندما صرح لم يكن العسيري هاوي عسكري ليتحدث عن وجود اتصالات أو أجهزة اتصالات وتصنت عسكري وحواسيب إلى غير ذلك، هذا الرجل متحدث باسم قوات التحالف ومستشار في وزارة الدفاع السعودية، معنى ذلك أنه يدرك ويعني ماذا يقول بأجهزة تصنت عسكرية موجودة في هذه السفينة. بمعنى أن اليوم عندما يأتون البيانات، بيان الإغاثة الذي يتحدث عن وجود اتصالات خاصة للأمم المتحدة، هذا الأمر القادة العسكريين يدركون الاستخدام السلمي أو المدني والاستخدام العسكري. أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية وقوات التحالف استخدمت البند 15 في القرار 2216 الذي يبيح للدول الإقليمية أنها تفتش السفن حتى لا توصل من أجل البحث عن الأسلحة إلى غير ذلك. أيضا هذه السفينة ربما خرجت عن الإجراءات والبروتوكولات الدولية، لأن السفينة نحن نعرف جميعا وفق البروتوكولات أن ترسل اسم السفينة، ترسل وثائق بالشحن، الشحن التي تحملها هذه السفينة. هذه الشحنات لم تكن موجودة أو لم تكن مسجلة ضمن البيانات التي أتت إلى قوة التحالف، معنى ذلك أننا أمام مؤامرة، ربما تواطؤ موجود. على الأمم المتحدة أن تكشف بكل وضوح قضية، أن تعلن الأمم المتحدة أن هذه الأجهزة كانت مسجلة وأن هنالك خطأ، هذا الأمر غير مبرر مطلقا. نعم، لكن كيف يفسر أستاذ توفيق يعني أن تقول الأمم المتحدة في بيانها أنها أجهزة خاصة بها، كيف تفسر الأمر؟ أقول في حقيقة الأمر نحن المفروض الأمم المتحدة هي التي تفسر لنا، نحن قوات التحالف على لسان الحسيري وضح أن هذه الأسلحة عسكرية أو أجهزة تصنت حساسة ودقيقة وعسكرية إلى غير ذلك، معروف تحفظت على السفينة بموجب قرار دولي صادر من الأمم المتحدة نفسه. لكن أن تسعى الأمم المتحدة، أنا أعتقد أن هذا مبرر غير منطقي، خاصة نحن اليمنيين أقول في حقيقة الأمر أصبح لدينا حساسية كبيرة من الأمم المتحدة، لدينا تقارير لم تنصف الضحايا داخل الميدان، لدينا دور مشبوه لبن عمر، لذلك الأمم المتحدة عليها أن تكون واضحة مع الجانب اليمني وتحدد لنا لماذا هذا التصريح في هذا الذات، ولماذا لم تسجل هذه الأجهزة العسكرية، أجهزة التصنت والاتصالات الحساسة عندما رفعت البيانات إلى قوات التحالف. طيب أستاذ توفيق، يعني المشكلة أن يعني هناك ربما تشويش ومحاولة لجر المنظمات الحقوقية وإخراجها عن مسارها، وبالتالي المتضرر الوحيد هو المواطن اليمني الذي يحرم من هذه المواد الإغاثية. من المستفيد من هذه المسألة؟ طبعا المستفيد من هذا الصراع كله هم أطراف الصراع الداخليين والإقليميين. أنا أؤكد لك أن الإيرانيين لا يهمهم مصلحة الشعب اليمني. منذ الحرب في اليمن ماذا قدمت إيران لليمنيين؟ أنا الإيرانيون لم يقدموا لليمنيين إلا أسلحة الموت والدمار، لم نسمع عن إغاثة إيرانية حقيقية، لم نسمع عن معونات وشحونات تأتي لإغاثة هذا الشعب اليمني مطلقا. الإيرانيين هم لم يصدروا لهذا الشعب إلا السلاح والدمار. أنا أعتقد التوقيت اليوم في ظل جو إقليمي ملبد يحمل كثير من الدلالات. نحن يجب أن لا نفصل الموضوع اليمني عما يدور في سوريا. إعلان المملكة العربية السعودية وتركيا التدخل في على الأرض في داخل سوريا، محاولة اليوم الإيرانيين سيسعون قدر الإمكان لتقوية الورقة في الداخل. أنا أعتقد أن الإيرانيين لا يهمهم شيء، لا يهمهم المجتمع اليمني، لا يهمهم الجوع، الفقر، المرض الموجود داخل اليمن. الإيرانيون يسعون لتحقيق أهداف سياسية معينة فقط. طيب هناك من يقول أيضا أن الميليشيا ربما وتلاعبها بالمسألة
الإغاثية في اليمن هي تسعى إلى تزايد الضرر بين المدنيين، يعني يعلو الصياح حول يعني الحصار وحول تضرر المدنيين. هناك يعني أهداف غير أخلاقية لما يحدث، خصوصا في مسألة استغلال شحنة إغاثية بهذا الأمر. أنا أقول بالنسبة للميليشيات في الداخل، هي لا تضع أي اعتبارات أخلاقية أو دينية أو شرعية لما يعانيه الشعب اليمني. أنا أعتقد اليوم أن الميليشيات توغل في إيذاء الشعب اليمني، وهي أيضا تستند لمواقف المنظمات الدولية. ربما زيارة مسؤول الإغاثة في اليمن في الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى تعز، ظهر بذلك البيان الهزيل الذي لم ينصف الضحايا والحصار الموجود في تعز. يعني أنا أعتقد أن الحوثيين مستغلين الموقف السلبي واللا إنساني أحيانا من قبل كثير من المنظمات الإنسانية وخاصة بعض المواقف التابعة للأمم المتحدة، ويحاولون استغلال هذا الموقف بتقوية موقفهم العسكري واللعب على الورقة الإنسانية في هذا الجانب. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ توفيق أن ينضم إلينا دكتور علي الخلاقي الخبير العسكري والسياسي. مساء الخير دكتور علي. مساء الخير يا حلو. دكتور علي، يعني ما هي قراءتك لما حدث بخصوص الأجهزة العسكرية المشفرة التي تم ضبطها في صفون الإغاثة؟ أعتقد أن هذه السفينة التي تم الكشف عن مكنوناتها هي جزء من تمكن الانقلابيون من الحوثيين والمخلوع من تمريره ربما بوسائل عديدة غير تلك التي تم القبض عليها، وهذا يؤكد أن الدعم الخارجي ما زال يمد الماكنة العسكرية للحوثيين بما يمكنهم من استمرار ممارساتهم الانقلابية وسيطرتهم على بعض المحافظات، وهذا يعطي رسالة لقوات التحالف والسلطة الشرعية لزيادة المراقبة في المنافذ البحرية وكذلك البرية. نحن نعرف أن أيضا ضبطت في الشاحنات والقاطرات المحملة بوسائل وأعتداء عسكرية من كثير من المناطق، ولهذا لا بد من التيقظ والحذر باعتبار تلك الأجهزة والوسائل التي يمكن أن تصل إليهم قد تشكل ضررا كبيرا على قوات الشرعية والمقاومة وعلى قوات التحالف، وهو ما رأينا نتائجه. ما هي أبرز هذه الأضرار؟ يعني ما هو تأثير ذلك أستاذ علي، على يعني تأثير هذه الأجهزة أو وجودها من الناحية العسكرية والأمنية أيضا؟ شيء طبيعي أن يمد العدو بوسائل عسكرية، يعني أنه يزيد من قدراته العسكرية سواء كانت تلك أجهزة رصد أو أجهزة مراقبة أو مناظير ليلية أو ما إلى ذلك، فهي تمثل خطرا على قوات التحالف وقوات السلطة الشرعية وكذلك المقاومة في أي مواقع للمواجهة، ولهذا شيء طبيعي أن يكون لها ضرر وفي المقابل فائدة بالنسبة للانقلابيين إذا ما تمكنوا من السيطرة عليها، وربما تكون فاتحة شهية لهم لتمرير مثل تلك الوسائل والمعدات ضمن مثل تلك السفن التي تأتي تحت غطاء المساعدات ومعونات الإغاثة، ولهذا لا بد من التدقيق والمراقبة جيدا لكل ما يصل الموانئ التي ما زال يسيطر عليها الانقلابيون.
نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور علي الخلاقي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ توفيق، يعني نحن تحدثنا عن مسألة كيف أن هذه الأجهزة أو ما يصاحب المعونات الغذائية تؤثر بالدرجة الأولى على المواطن. طيب هناك يعني من يقول بأن هناك خلل في المجال الإغاثي أو في العمل الإغاثي، خاصة يعني مما يجعل أن استمرار تدفق المعونات للمتضررين في كل اليمن لا تستطيع أن تغطيه دول التحالف بشكل يعني مناسب لما يحتاجه المواطنين. ما رأيك أنت؟ أستاذتي الكريمة، أنا نعتقد أن المعركة اليوم التي تدار على الأرض اليمنية أو في المحيط الإقليمي معركة كبيرة وكبيرة جدا، تستخدم فيه كافة الوسائل الأخلاقية واللا أخلاقية. ربما كشفت أخيرا الصحف الغربية الإيميلات الخاصة بليون الذي كان المبعوث الأممي في ليبيا وقصة التخابر مع كثير من الدول. أنا أعتقد أن هنالك قضايا اليوم خطوط واضحة ومكشوفة وخطوط غير مكشوفة، ولذلك اللعبة ربما تدور على المستوى العام والمستوى الاستخباري بالدرجة الكبرى. ولذلك أنا أعتقد حتى سفن الإغاثة من حق بعد هذه السفينة من حق دول التحالف أنها تفتش هذه السفن منعا لأي تهريب أسلحة موجودة للداخل. أنا أعتقد أنه قضية الضرر الكبير الذي يضرر منه الشعب اليمني هو دخول مثل هذه الإغاثات، هذه قصدي دخول مثل هذه الأسلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإطالة أمد الحرب. نعم هنالك استغلال لجوع الناس، هناك استغلال لآلام الناس، هناك استغلال لجروح الناس، وهو استغلال بشع للأسف الشديد. لكن نحن أمام معركة لابد من أخذ كافة الاحتياطات المعروفة لدى كل الدول، ما لم فإننا سنطيل هذه المعركة إلى أبعد مدى. أنا أعتقد أن الحرب أبعد من سفينة تم احتجازها اليوم والذهاب بها إلى جيزان. الحرب أعتقد أن هنالك حرب قائمة على أساس استخباراتية في رشاوي، في تواطؤ، في تسهيلات. حتى لا تنسي أن هذه يعني قصة إريتريا والجزر التي كانت مستأجرة للحرس الثوري، يعني نحن أمام معركة متشابكة ومتشعبة. اليوم ظهر منها رأس الجليد الذي يريد أن يستغل هذا الاستغلال البشع، لكنها حقيقة الأمر معركة أكبر مما نتصور. الجانب الإنساني هو أحد هذه الأجزاء الذي يجب أن يطرح في مساره الصحيح لخدمة الشعب اليمني. نعم أستاذ توفيق، يعني كيف يعكس هذا العمل سلبا على أداء المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن؟ طبعا بلا شك أنه سينعكس سلبا، لأنه المنظمة الإغاثية ستتأخر المواد الإغاثية المطلوبة إلى غير ذلك. لكن أنا أعتقد أن اليوم إيران بالدرجة الأولى، الميليشيات الموجودة في الداخل ونظام علي صالح يتحمل المسؤولية الكبرى، ما لم يجب أن يتفق جميع الأطراف على وجود خطوط آمنة وجهات محايدة لتسهيل مثل هذه الأمور الإغاثات إلى داخل اليمني. لكن الذي نرى أنه حتى الإغاثة التي تصل لداخل اليمن في هذه الحرب يتم اختطافها من قبل الميليشيات والذهاب بها وتحويلها إلى مؤن للمقاتلين الذين يتبعونها داخل الجبهات. تعز إلى حد اليوم يدخل لها من سلة الإغاثة بالقطارة، اللهم تستفيد اليوم المناطق والمحافظات المحررة تصل لها الإغاثة بالصورة يعني طبيعية. لكن البقية عندما تصل الإغاثة إلى صنعاء، إلى يد الميليشيات في الحديدة في غير ذلك، يتم أخذها وترك هذا المواطن المسكين المحاصر دون الحصول على أي شيء. اليوم نعم. الإغاثة للأسف الشديد تستغل، حتى بعض المنظمات الإغاثية للأسف الشديد اليوم في منظمة إغاثية معروفة بالاسم تشتغل في مناطق الميليشيات وتحصل على مساعدات، ولا نعلم أين يتم توزيع هذه المساعدات، وهي منظمة معترف فيها داخل الأمم المتحدة، ربما منظمة وحيدة ويتم التعامل معها بكل أريحية. نحن حتى ذلك نحن نتكلم أنه الجانب الإنساني اليوم يستغل في المجهود الحربي أحيانا. نعم، وربما على التحالف أيضا أستاذ توفيق أن يكثف من جهوده في هذه المسألة حتى لا يتيح فرصة لهذه المنظمات التي تعمل ولو يعني ظاهرا أو سرا مع الميليشيا.
نحن نقول في حقيقة ترامب حتى الحكومة اليمنية يجب أن يكون هنالك ورقة سوداء واضحة بالمنظمات التي تعمل مع الميليشيات، المنظمات المشبوهة التي تستغل الاسم الحقوقي ولها علاقات وصلات بالخارج، ثم تستغل هذه الصلات، نعم هذه اللافتات في دعم الميليشيات. أنا أعتقد الأسماء معروفة والراسبين نعم يعرفوه والناشطين طيب يعرفونها، لكن لماذا السكوت إلى حد الآن؟ هذا أيضا سؤال يجب أن نجيب عليه نحن صحيح. بأنفسنا. طيب اسمح لنا أستاذ توفيق أن نأخذ معنا أيضا الأستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور، أهلا وسهلا بكم وبضيوفكم الكرام أهلا بك. وكل المشاهدين اهلا بك. استاذ عبد السلام، بالتاكيد تابعت تصريحات المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد العسيري حول ما تم ضبطه من اجهزه في سفن الاغاثه، اجهزه عسكريه. كيف تقرا انت هذا الامر؟ هو ليس غريبا على الحوثيين وجماعه صالح في استيراد السلاح او الحصول عليه عبر البحر ومن خلال تهريبه، لأن ساحل اليمن ساحل كبير جدا وانتبه له قوات التحالف من قبل عندما قامت بتأمين الساحل ومن قرب صيد قوارب الصيد وإنزالها في الجزر. ولكن الإشكالية الكبيرة أن تأتي هذه الأسلحة في سفينة إغاثة محملة بمواد إغاثة ومواد غذائية واقتصادية هي الشعب في حاجة لها. هذه مشكلة كبيرة. هل هذه السفينة تابعة لمنظمة دولية أم ماذا؟ لأن الأمر معناه أن هناك ربما لوبي كبير يتعدى المحلي وهم الخصوم عفاش والحوثي، إلى ربما هذا اللوبي يتسع إلى أن تكون على مستوى إقليمي ودولي وصول هذه طيب. الأسلحة. طيب أستاذ عبد السلام، يعني هناك بيان صدر من الأمم المتحدة يتحدث عن أن هذه الأجهزة هي أجهزة، يعني للتوضيح، يعني تعمل في أنها خاصة بها وأنها في إطار العمل المدني الإغاثي. كيف يمكن أن نؤكد أن هذه الأجهزة لها علاقة بالعمل العسكري مع وجود هذا البيان؟ هذا على قوات التحالف تحدد هل هذه الأجهزة فعلا تستخدم استخدام مدني أم ماذا؟ لا أعتقد أن المناظر الليلية والإلكترونية وأجهزة اتصالات عسكرية يمكن لفريق مدني أن يعمل بها. نحن لازلنا في منطقة فيها اتصالات، موجود الجوالات، موجود التلفونات الأرضية. أجهزة الاتصالات التي يعتمدها العسكريين هي من أجل السرية فقط وليس نعم. من أجل وهذا ربما ما وضحه العسيري وهو يتحدث عن نوع هذه الأجهزة وأنها يعني تعمل بشكل واضح في المجال العسكري. لكن أستاذ عبد السلام، يعني هناك يعني أيضا مخاوف من المعونات، من أي معونات قادمة من إيران، وربما مثل هذه السفن التي تحمل بجعبتها ما تحمله من أجهزة عسكرية أو أسلحة ستؤثر بشكل أو بآخر على أي معونات قادمة لليمن، ما رأيك؟ اولا دعيني اتحدث فقط عن جانب الاتصالات العسكريه. هذه الاجهزه، اجهزه الاتصالات العسكريه، كانت ايران مصره على ايصالها في اليمن، وقد تم مصادره شحنات متعدده، بعضها في منافذ على ساحل البحر العربي وبعضها في حضرموت، وهذه ثالث او رابع شحنه تقريبا. معناها ان ايران هي تريد لملمه هذه الجماعه التي ضربت في الصميم، وتبدأ من خلال الاتصالات العسكرية. هذه أجهزة الاتصالات، عفوا أستاذ عبد السلام، حتى يتضح الأمر، يعني هل تم إرسال هذه الأجهزة أثناء المرحلة الانتقالية أو منذ بدء الحرب؟ لا أعتقد هي جديدة، ويبدو أن هذه الأجهزة جاءت بعد الضربات التي تمت من قبل طيران التحالف للسنترالات وأماكن الاتصالات وايضا لغرف العمليات للحركه الحوثيه، ويبدو انها في حاجه لها مثل ما هي في حاجه لاسلحه نوعيه مثل الصواريخ وبقيه الاشياء. انا اعتقد ان هذا الامر فعلا سينعكس سلبا على اليمن، وبالتالي معناه ان وصول الشحنه الغذائيه والمواد الغذائيه اليمن
سيكون بطيء جدا، لأن كل السفن ستخضع للتفتيش أكثر. وربما أن هناك شحنات المواد الغذائية تتصادر بحجة وجود أسلحة، وبالتالي أن الأمم المتحدة وسفينتها مهما كان تبريراتها إلا أنها كانت خطأ كبير جدا. كان يفترض أن تبلغ قوات التحالف أن في بصحبة الشحنة الغذائية أجهزة خاصة بها. وهذا لم يحصل، معناه أن الصفقة سرية. هي فضيحة بكل الأمور، فضيحة كبيرة جدا للأمم المتحدة. وقبل ما يدور الشبهة حول الأمم المتحدة هو يتحقق الآن على الأرض، سواء في اليمن أو سوريا. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذ التوفيق، نطلب منك أن تبقى معنا أنت وسادة المشاهدين. أن نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود إليكم.